رحمة الله طبعا على النجم الكبير ممدوح عبد العليم ربنا يرحمه. عشان نعرف معلومات أكتر عن مسيرته الفنية بينضم إلينا عبر الهاتف المؤرخ الفني محمد شوقي. أهلا وسهلا أستاذ محمد. أهلا وسهلا بكم وكل سنة وحضراتكم بخير. وحضرتك بخير. خلينا نبدأ بوجهة نظرك أو رأيك، إيه اللي كان بيميز ممدوح عبد العليم رحمة الله عليه عن باقي فناني جيله؟ أولا الفنان ممدوح عبد العليم بيعد من الفنانين القلائل اللي بيمتلكوا الصدق في التعبير. هو كان يمتلك الصدق مع الموهبة والحضور، وكان يقدر يستطيع أن يقنعك بدور الكوميدي ودور التراجيدي ودور الاجتماعي ودور الرومانسي، ونجح بالفعل أنه يقدم هذه الأدوار باقتدار، وكان متميز عن أبناء جيله في هذا اللون. ويمكن لو تتبعنا مسيرة الفنان الكبير ممدوح عبد العليم هنشوف أنه بدأ في برامج التلفزيون وهو طفل، من خلال مسلسل الجنة العذراء مع المخرج الكبير ملك الفيديو نور الدمرداش، وكانت الانطلاقة الكبرى من خلال التلفزيون من خلال مسلسل صيام صيام سنة 80 مع المخرج الكبير محمد فاضل. من هذا المسلسل ثم مسلسل أديب مع نور شريف ونورة سنة 82، هذا المسلسلين جعلوا اسم ممدوح عبد العليم يتحفر في ذاكرة الجمهور. صحيح، لأن العام التالي على طول قدم الفيلم السينمائي العذراء والشهر الأبيض قصة أحسن عبد القدوس وإخراج حسين كمال رحمة الله، وبعد كده قدم فيلم الخادمة قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ مع نجمة الجماهير نادية الجندي، وحصل عليه على جائزة أحسن ممثل بالرغم إن ده كان تاني فيلم يقدمه في مسيرته الفنية. طيب أستاذ محمد، يعني طبعا وإحنا بنتكلم عن فنان بالحجم ده وعن ممدوح عبد العليم بالتحديد لازم نتكلم عن دور رفيع بيه. الحقيقة هو دور لحد يومنا هذا حتى كل الأجيال بتحب تتفرج على المسلسل ده مرارا وتكرارا، والناس ما بتزهقش منه. وفي الحقيقة اختيار ممدوح عبد العليم بملامحه دي يمكن كان رهان مهم جدا في الوقت ده. ايه كانت العوامل اللي خلت الاختيار ده والرهان ده ينجح بالفعل؟ الفنان ممدوح عبد العليم قدم ابداعات في التلفزيون المصري، ويمكن من اهم ابداعاته ليالي الحلميه دور علي البدري ما ننساهوش ابدا، ودور رفيع بيه في الضوء الشارد. طبعا ما كانش حد متوقع ان ممدوح عبد العليم ذلك النجم الرومانسي الحالم هو اللي يقوم بدور صعيدي صعيدي وقوي، وقد ايه الدور علم، وكان امام مين؟ امام يوسف شعبان والسيده سميحه ايوب، عملاقين من عمالقه التمثيل، ومع ذلك نجح وباقتدار. حتى ان السيده سميحه ايوب سيدة المسرح العربي قالت أنا اتفاجئت بأداء ممدوح عبد العليم، هذا الأداء اللي ما كانش حد يتوقع أن يقوم بدور الصعيد ده، لأن كانت أدوار الصعيدة اللي باقتدار كانت يعني مقصورة على عبد الله غيث، أحمد ماهر، أحمد عبد العزيز، لكن ممدوح عبد العليم فاجئ الجمهور ولا زال. زي ما حضرتك قلتي أن هذا المسلسل علامة من علامات الدراما المصرية بصفة عامة، إلى جانب أدواره المتعددة زي في مسلسل جمهورية زفتة ومسلسل الحب واشياء اخرى، ابيض فابيض، مسلسل سامحوني ما كانش قصدي، مسلسلات عديده هو له مسيره كبيره وحافله بالانتاج الدرامي تجعله في الصفوف الاولى من ممثلين الدراما المصريه. تمام تمام. يعني يمكن يا استاذ محمد هو برضو ما اعتمدش بشكل كبير على شكله وعلى وسامته حتى في الاول، يعني نوع بشكل كبير في الادوار وطلع في كتير من الادوار اللي يمكن حتى ليها شكل مختلف عن الشخصيه الجان، وده كان برضو رهان فيه كبير على الموهبه بتاعت ممدوح عبد العليم. طبعا زي احنا شفنا هنشوف افلام مهمه جدا زي دوره في فيلم السوبر ماركت اخراج محمد خان امام نجلاء فتحي، وهذا الفيلم ضمن قائمه افضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصريه، إلى جانب دوره حسين وحدان في فيلم البريء مع النجم الكبير أحمد زكي، وتسيبة الأعدام مع النجم الكبير نور شريف. عمل أعمال درامية في السينما المصرية علامات، يعني هو ليه حوالي 4 أفلام في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، برغم إن كل أعماله السينمائية لا تتجاوز 25 فيلم. طيب أستاذ محمد، هو في نقطة برضو دايما يقال أنه دراسة الإنسان بتأثر بشخصيته بشكل أو بآخر، إحنا بنتكلم عن فنان بهذا الحجم وبهذا الرصيد من الأعمال الفنية العظيمة اللي لحد دلوقتي هي خالدة ولحد دلوقتي الناس بتتفرج عليها زي ما قلت مرارا وتكرارا،
ودارس اقتصاد وعلوم سياسية، إزاي هذه الدراسة أثرت في شخصيته أو في تركيبة شخصيته أو في أسلوبه في أداء الشخصيات اللي بتطلب منه؟ هو الفنان ممدوح عبد العليم فنان كان موهوب وحبب الفن وبدأ صغير وقف قدام عمالقة زي نور الدمرداش في بداية حياته، كلمة مختار، عبد الله غيث، محمود مرسي، فهؤلاء النجوم الكبار هو واقف هو قدام أمامهم، حتى النجم الكبير محمود المليكي في مسلسل حصاد الحب مع المخرجة الكبيرة أنعام محمد علي، هؤلاء العمالقة أشبعوه فن، علموه إزاي، لأن كل اسم من هؤلاء الأسماء أكاديمية فنون قائمة بذاتها، إلى جانب أنه حب الفن، ومن صغره هو كان بيقول أني بحب الفن من يوم ما دخل مجال البرامج التلفزيون، برامج الأطفال في التلفزيون المصري من خلال المسلسل الجنة العذراء مع السيدة كريمة مختار، إلى جانب أنه كان دايما بحب القراءة، هو كان قارئ جيد وكان بيقرأ في علم النفس، لأن كان دايما يقول أن علم النفس هو أكثر الفروع يهتم بها الفنان لدراسة الفنان علم النفس وجوانب الشخصية اللي بيأديها. وبالفعل هو قدم جميع الشخصيات وتميز ونجح وتفوق فيها، وده يمكن من الحاجات القليلة جدا لما بلاقيها مع نجم مع نجم يعني مش كل النجوم بينجحوا في كل الأدوار. بالفعل يعني يمكن الموهبة في الأول وفي الآخر هي العامل الأساسي، بالإضافة طبعا للقبول، وجزء كبير طبعا من التوفيق بيكون في الموضوع. شكرا جزيلا لحضرتك المؤرخ الفني أستاذ محمد شوقي، شكرا لحضرتك.